معانا على التليفون محمد. مساء الخير. هو اتحسد بس. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مبروك. الله يبارك فيك. بس عليكم مع الكباتن الموجودين معانا. اهلا بيك يا محمد. طمنا عليك اولا. طبعا احنا عارفين كان في مسحه طلعت ايجابيه. طمنا عليك محمد، عامل ايه دلوقتي واخبار يمكن المساحات ايه، وهنشوفك قريب امتى في الملعب ان شاء الله؟ والله يا كابتن عملت مسحه امبارح وطلعت برضه ايجابيه. بقالي 10 ايام كده، الموضوع طويل قوي يعني. لا ان شاء الله. انت بتشعر باعراض يا محمد ولا يعني بس حامل الفيروس؟ هو انا اول اسبوع ما حسيتش بحاجه خالص. بدات احس بالاعراض من ثاني يوم. جسمي سخن جدا وبدات احس بالاعراض من ثاني يوم، بس النهارده احسن. النهارده الحمد لله كويس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تقوم بالسلامه وترجع تاني ان شاء الله. ما تقلقش ان شاء الله. هي بتبقى وزي ما استاذ جمال قال، انت يعني اتحسدت. هو مجرد ان هو اتقال انه هيرجع النادي الاهلي. لا هدف المنتخب كمان. ربنا يا رب يقوم بالسلامه. اعتقد بص، هو محمد ما شاء الله من ابرز اللعيبه اللي تالقوا خلال الموسم، وعامل موسم اكتر من رائع بصراحه مع انبي، وتاني هداف الدوري طبعا. وما شاء الله بتلعب في كذا مركز يا محمد. انت اعتقد في انبي كنت بتلعب طرف يمين وطرف شمال، وبتلعب شادو سترايكر، وبتلعب راس حربه، فما شاء الله عامل طبعا موسم اكتر من رائع. عايزين طموحاتك بقى مع النادي الاهلي، واحاسيسك بعد عودتك للنادي الاهلي من سنه، اعتبر يعني سنه قويه جدا في الدوري المصري، داخل ازاي بطموحاتك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ اكيد يا كابتن طبعا ان انت ترجع النادي الاهلي طبعا شرف كبير للواحد، ومبسوط جدا ان انا موجود في المكان ده. طبعا يمكن الفتره الاولانيه ليا في النادي ما كانتش موفقه قوي، ما لعبتش فيها كتير، فانا راجع بطموح مختلف، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه اشتغل على نفسي اكتر من كده، واقدر افهم ان شاء الله الجمهور باذن الله. باذن الله. وباذن الله كون معانا بقى واحنا بنطمع النهارده او بنطمح للعشره، فان شاء الله انت تكون كمان احد نجوم النادي الاهلي اللي يحققوا البطوله دي كمان يا محمد ان شاء الله. باذن الله. واحنا طبعا البطوله التاسعه دي كانت غايبه كتير، فالفرحه بتاعتها كانت من نوع خاص طبعا. بالظبط، لما تكون حاجه كده غايبه عندك يعني انت الدوري، ممكن فرحه الدوري تبقى عاديه من زي اعتدنا عليها، دي حقيقه. بالظبط، فتكون في بطوله غايبه بالنسبه لك بقالها فتره، فرحتها كده يبقى ليها طعم خاص. ان شاء الله البطوله العاشره تبقى موجوده باذن الله. ان شاء الله ونزيد من البطولات باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله محمد. وانا على المستوى الشخصي بهنيك كمان على المستوى الدولي، انت ما شاء الله كمان مع المنتخب المصري بتأدي وبتنزل وبتسجل، من اول ما بتنزل بعديها بثلاث دقائق بتسجل، وده بيدل انك في معدن كمان على مستوى الشخصيه الدوليه موجوده. وانت عارف ان النادي الاهلي، انت عارف ان ساعات الناس بتقول فانيله النادي الاهلي ثقيله، فانت قادر واحنا عندنا ثقه فيك، والناس كمان مستنيه الكثير منك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. أنا عايزاك يا محمد قبل ما نختم معاك على التليفون تكلمنا عن ثقة موسيماني اللي اداها لك، وإنه يعني عايز بشكل كبير يعتمد عليك. كلمني عن الثقة دي، عملت معاك أنت إيه وفرقت مع محمد شريف إزاي؟ والله يوم من أول يوم جينا في النادي، يمكن موسيماني ما اجتمعش معانا لوحدي، اجتمع مع اللعيبة المعارين كلهم. اتكلم معانا يعني بصراحة راجل مثقف جدا، اتكلم معانا أنا محتاج ولا لو مش محتاج مش تبقوا موجودين معايا في القعدة دي. انتوا لعيبه مهمه بالنسبه لي، وجايين تبقوا اضافه مش جايين تقعدوا، فانا لو انتوا انا مش شايف فيكم كل انتوا لعيبه كويسه طبعا، اللي هو بيشدنا وبيحفزنا للمرحله الجايه. ده كان شيء مهم، وطبعا بجانب طموحاتك الشخصيه كمان اكيد المدرب او المدير الفني. الكلام بتاع المدرب طبعا حاجه، وطموحاتك انت الشخصيه بنفسك انت حاجه ثانيه طبعا. ده حقيقي. احنا عندنا ثقه كبيره جدا، والجماهير على فكره عندها ثقه كبيره جدا فيك يا محمد، وخلي بالك الثقه ديت كمان بتحط عليك مسؤوليه، واحنا عندنا ثقه انك ادي المسؤوليه. انت لعيب كبير، لعيب مميز، ان شاء الله مشوارك على المستوى المحلي مع النادي الاهلي ببطولات، وكمان على المستوى الدولي. على المستوى الدولي المهم زي ما بتقول سهام كده ترجع لنا الاول بالف سلامه، وما تقلقش يعني طالما ظهر اعراض يبقى جسمك بيقاوم، وانت يعني ان شاء الله رياضي وهتقوم بالسلامه قريب، ونشوفك ان شاء الله مع النادي الاهلي بتحقق بطولات كتيره ان شاء الله. ان شاء الله كده. بالتوفيق. شكرا ليك يا كابتن محمد شريف، كان معانا على التليفون.